انا بخربها للدنيا، ولا انه حدا يدق بابنا ونقول له ما عنا سوري ما عنا عاملين شيء، بخربها. أنا لارا رفاعي من مدينة طرابلس، عندي دار طرابلس الخيرية، هي مبادرة فردية تأسست من 5 سنين تقريباً وبعدنا مكملين. صار عنا مركز بفضل رب العالمين، عنده كذا برنامج أو كذا نوع خدمة عم بيقدمون، اللي هو واحدة منه الصيدلية يلي بتقدم الدواء بشكل شهري منتظم لكبار السن فقط لغير. عنا الحليب والحفاضات للأطفال دون عمر السنة، ومش دايماً بيكونوا موجودين عنا، بس يعني بالأكثر الأوقات موجودين عنا. عنا مطبخنا يلي هو اللي احنا بلشنا فيه، بلشنا من مطبخ دار طرابلس الخيرية. هالمطبخ بلش بشهر رمضان الكريم، الله يعيد عليكم وعلينا بالصحة والعافية. نحن اليوم إذا بدي أجي أعمل كومبيرينج بين الوضع اللي نحن فيه هلأ وبين بين خليني أعمل كومبير مع شهر رمضان الكريم. شهر رمضان الكريم بيكون نحن منحضر له قبل 3-4 أيام، بكون مجهزة كل شيء. يعني مثلا لنقول بدنا برمضان بدي بعوز 100 شوال رز، عم بعطيك اكزامبل، هو نحن منعوز 100-150 شوال رز برمضان، ومقسمين بين الامريكاني وبين المصري لانه حسب الطبخات طبعا. انا اليوم ليش ضايعه؟ لانه مش عارفه وين رايحه، مش عارفه بعد شو ناطرني برمضان. بعرف 30 يوم رمضان، شوالاتي مقسمه، شوال الفاصوليا عندي، بعرف انه اليوم عندي 50 شوال فاصوليا، بعرف انه بدي بالنهار اذا طابخه فاصوليا لنقول بدي شوالين فاصوليا. هلا مش عارفه لا قديه بدي كوانتيتيز، لا شو عندي حاجه، سبيشلي انه نحن بنطبخ الوجبه تبعيتنا بنعبي بالفلين، صحن الفلين هلا عم نعبي فيه. ليش؟ لانه بطعمي تقريبا 3 اشخاص، يعني اسم الله بطعمي 2 كبار معهم ولد صغير، ونحن وجبتنا الكل بيعرفها وجبه مهضومه، يعني معبيه ملزلزه، فا يعني بتشبع. هيدا كمان بدي اقول لك اياها، ما في بضاعه، عند التجار بتحكيهم بيقول لك ما عندي بضاعه، بتروح عند السوبر ماركتس بيقول لك التجار ما عم بيسلموني، بتروح مثلا بدك، اجاني حدا قال لي انه بده يامن فرش، فجبنا له طبعا كذا كذا برايس، هو من الدونر دغري للسبلاير. نحن عملنا الديل معه اول امبارح عم اعطيناه كونفيرميشن، بكره بدنا نستلم وندفع له، يعني بده يبعث له الدونر، بحكينا بيقلنا فرق السعر. كمان وقت مرفق انفجار بيروت ينذكر ما ينعاد، كمان كان قلنا اشتغلنا شغل كتير حلو، رممنا 10 بيوت، دي كان الظرف قاسي ومبكي مقابيلة قدي كان الشغل ممتع. للأسف اني عم قول هيدا الكلام، بس ايام في وقت انا برجع للارشيف تبع دار طرابلس بتذكر اشياء بقول اف قديش نحنا اشتغلنا، والحمد لله رب العالمين. من الميزة تبعيتنا انه نحن ما بيجينا دونيشنز مادية، نحن بنرتكز على الرو ماتيريال. نحن اليوم عم نساعد اخواننا اللاجئين بالجنوب، نحن اليوم عم نحضر وجبات غدا، عاملة اليوم رز بخضرة مع سلطات، ونحن كل يوم بنروح الى الكويتيين ناخذ لهم وجباتهم نوزع لهم، ومناخد شي 1000 ونطبخ باليوم شي 300 ألف وجبة،
وكل مدرسة ننتشق لها ومنحضر الوجبات ومناخدهم. ونحن كمان كل يوم منطبخ، يوم عاملين رز بخضرة واخدينهم على المدرسة ومنوزعهم اياهم ومنحضر وجبات منيح، منحضر 300 وجبة 500 وجبة لكل منطقة منوزع محل. تريبولي تشاريتي هاوس عندها 6172 عائلة مسجلين عنا از اديتا، نتواصل معهم. نحن منركز اكثر شيء على كبار السن، الارامل والمطلقات، هو اللي هن اللي نحن منتعاطى معهم، والاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه، توحد وامراض مزمنه. اليوم بهذا الظرف بتعرف انت مطبخنا مثل ما برمضان مطبخنا بيكون عامل موائد رمضان وبيكون مفتوح لكل الناس، كمان هلا بهيدا الظرف مطبخنا عم بيساعد وعم يبعت تقريبا لثلاث مراكز ايواء بقلب طرابلس، مدينه طرابلس، ونحن اخذنا مركز ايواء لنا بمنطقه عكار بالجومه، اخذنا دار طرابلس الخيريه اخذت مركز ايواء لها. عندنا في تقريبا 405 اشخاص. كان عندنا البرنامج التعليمي يلي نحن عملنا كولابوريشن مع جامعه الاي تي السنه الماضيه، ودار طرابلس قدرت تعلم بفضل رب العالمين 8 تلاميذ فاتوا السنه الماضيه على الجامعه، وهالسنه مكملين معهم. بس السنه الماضيه فتنا معهم ب 50%، كانت تقدمة من جامعة الاي تي، وال 50% الثانية كانت تقدمة من دار طرابلس. هيدي السنة نحن فاتين معهم بس ب 20%، لأنه ما قدرنا نكون عم نقدر أكثر ندعم أكثر من 20%. كمان نحن عندنا مستوصف خيري بلشنا فيه من 6 شهور، بعد ما افتتحناه بس أخذنا مستوصف خيري وبلشنا فيه، بلشنا بالتحضيرات، استقبلنا بعيادات اسنان، افتتحنا عيادات اسنان، نسيت عنا عيادتين للسنان، واحدة منهم رح تكون مختصة بس لأطفال التوحد فقط لا غير، هلأ عم نحضرها إن شاء الله. وعنا ودكتور صحة العامة ودكتور العظم هو اللي بلشوا، الناس كانت عم بتروح لعنا على المستوصف. أهلا وسهلا بأهلنا النازحين، هن جايين على منطقتهم وعلى هن بقلب بلدهم، وأهلا وسهلا فيهم. ونحن يمكن منكبر أنه عم نستضيف هالناس الطيبة عن جد طيبة. بس بدي أقول كمان نقطة كتير مهمة، أهالي مدينة طرابلس، أهالي عكار، أهالي الدنية، هالناس كلياتها يلي هي التعب أكلها من الضغوطات، أكلها من الهم يلي عم بتنام عليه، إنه بتنام عم بتفكر كيف بكرة بدها تكون عم بتأمن لتعمي ولادها، كيف بدها تبعت ابنها على المدرسة وهي أساساً مش قادرة تسجله بالمدرسة. فما بدنا ننسى أهالي لبنان، أهالي مدينة طرابلس، ما بدنا ننساهم لهالناس، بالإضافة لأهلنا وناسنا اللي إجوا لعنا النازحين يلي هن يمكن كبروا لنا قلوبنا أكثر بزيارتهم لقلنا لمدينة طرابلس. أنا بعرف إنه الوضع عن جد ببكي، يمكن بدي أبكي أكثر ما إني أقول إنه عن جد الوضع ببكي، لأنه هيدي حقيقة إنه الوضع ببكي. بس أنا بعرف إنه نحن رح نجتاز هالمرحلة، ودايما نحن جنب بعضنا ولبعضنا، ويا رب. كيف بدها هالعالم تضل مستورة بقلب بيوتها إذا مش قادرة تلاقي لقمة عيشها، واللي هو أوريدي كان عم يعتمد على الجمعيات يلي الجمعيات عم بتقدم وعم بتساعد طبعا بشكل كتير كبير، أو عم يعتمدوا على المركز تبعي. وطبعا عندي كم هائل من العائلات يلي هي والسيدات الفاضلات يلي بتجنن
وحتى الرجال اللي بتجي لعنا هي من احلى ناس اللي بتجي لعنا. طب هول انا اذا اجى قال لي وين وجبتي؟ اذا انا ما عندي بضاعه شو بدي اقول له؟ انا بخربها للدنيا، ولا انه حدا يدق بابنا ونقول له ما عندنا، سوري منا عاملين شيء، بخربها. انا عم اقول يلي ممكن حاسس حاله قادر وحابب وحب فكره انه تريبولي تشاريتي هاوس يلي عم تعمله وحابب انه يكون عم يعمل دونيشن، ايه بليز بليز عملنا دونيشن بهالظرف هيدا. ايه بقول لك بليز وبقول لك ثانك يو، اللي قدم او يلي ما قدم بنقول له ثانك يو، لانه بعرف انه قلبا وقالبا هو معنا بعقله بتفكيره بقلبه، اكيد اكيد معنا. اذا حدا حابب يساعدنا بيقدر يحكيني على رقمي، هو رقمي صار مع العالم كلياته، كل العالم بتعرف رقمي 03-170-758. بيقدروا يتواصلوا معي، بيقدروا يفوتوا على صفحتنا على الانستغرام، على الفيسبوك، على لينكدين. عندي رسالة بدي وجهها لكل مغترب برات لبنان، بدي اقول له الله يعطيك الف عافيه، نحن بنعرف قد ايه مسؤوليتك كثير كبيره، وبعرف انه انت ما عم بتاثر لا مع اهلك ولا مع عائلتك ولا مع ناسك ولا مع احبابك بلبنان، وبعرف انه كل حدا منا عنده اهله، عنده عالمه، عنده عياله بهالظروف هيدي. بس كمان بدي اقول لك شغله، بليز ما تنسانا، ما تنسى اهلنا النازحين من الجنوب، ما تنسى اهل طرابلس، وما تنسى دار طرابلس الخيرية. أنا أول مرة بطلع بطلب هيك، عنا حاجة كتير كبيرة، ما بعرف قد ايه هالأزمة رح تكون. اسمح لنا إنه نكون عم نقلك بليز خلي إيدك ممدودة لبلدك، لأهلك، لناسك. أنا بعرف أنت ما قطعتها، أنا متأكدة إنك ما قطعتها، وأنا عارفة إنك إنه عليك ضغط كتير كبير، بس كمان نحنا عايزينك. كل العالم عم تشتغل عايزتك، كل مرة قاعدة بقلب بيتك، كل أم عايزتك، كل بي عايزك، كل ولد عايزك. الله يحميكم، الله يحمينا، الله يقويكم ويقوينا، وإن شاء الله نحن وياكم إيد بإيد رح نعمل فرق كتير حلو، رح نصنع لبنان يلي نحن بنطمح له سوا.